السلام عليكم يا أبطال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا حلوين؟ كنا بخير وفرحانين. كيف أصبحتم؟ أحسنتم، بارك الله بكم يا أبطال. اليوم عدنا ترتيب الأعداد. شنو عدنا؟ ترتيب الأعداد. ترتيب الأعداد يا أما يكون ترتيبها تصاعدي أو تنازلي. تصاعدي قلنا شنو؟ من الأصغر للأكبر. والتنازلي من الأكبر للأصغر. ترتيب تنازلي وتصاعدي راح نطبقها اليوم سواء وياكم ونشوف شلون راح نرتب الأعداد. يلا يوسف زياد تعال اقرأنا البطاقات. اقرأنا البطاقات أول شيء. 8 5 9. زين هسه يوسف إذا طلبت من عندك ترتب لياها من الأصغر إلى الأكبر، شلون راح تسحب بطاقاتك؟ من الأصغر إلى الأكبر، من أصغر شيء عندك؟ تقدمي يا خمسة يلا. بعدين. تقدمي يا خمسة يلا. تقدم يا محمد. بعدين من عندك؟ التسعة. يلا يا تسعة تقدمي. شلون رتبتن هسه انت؟ 5 8 9. رتبتها من الأصغر؟ للأكبر. أحسن صف قولهم. هسه ارجع شوي لورا لورا بطاقات. هسه محمد ياسر. محمد ياسر هسه رتب لي الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، رتب لي إياها. من الأكبر شي عندك؟ 9. تقدم يا 9. هنا وقفي. يلا ورا. يلا تقدمي يا 8. وراها. يلا يا 5 تقدمي. شو رتبتها من الأكبر؟ من الأكبر رتبها منين؟ من الأكبر للأصغر. صف قولهم. هسه فهمناها شلون نرتب الأعداد؟